نروح بقى لفريق النادي الأهلي. النهارده استأنف تدريبات النادي الأهلي صباح اليوم بملعب التتش لمواجهة سان داونز في دوري المجموعات في دوري أبطال أفريقيا. المباراة دي هتكون يوم السبت طبعا زي ما حضراتكم عارفين في القاهرة. التمرين كان فيه أخبار إيجابية كويسة قوي النهارده، عودة طبعا النجم عمرو السولية واحد من أهم اللاعبين، زي ما حضراتكم عارفين كان غايب للإصابة في مباراة الهلال ومباراة أسوان. طبعا النهارده التدريب ده كان استعداد مهم جدا، وبكره هيكون ان شاء الله الاستعداد الاهم اخر تدريبات التتش. طبعا النهارده زي ما حضراتكم عارفين بيبقى التدريب الاقوى، لان بكره في ربع ساعه بيفتحها مارسيل كولر المدير الفني للفريق، بيفتح فيها التمرين للتصوير. ده طبعا تعليمات الكاف وده البروتوكول بتاع الكاف المعروف. كمان هيبقى في مؤتمر صحفي ان شاء الله بكره في استاد السلام، هيحضروا نجمنا محمد الشناوي وهيحضروا كمان مارسيل كولر المدير الفني للفريق. طبعا زي ما حضراتكم عارفين مباراه اسوان دي كان ليها جوانب ايجابيه كتير جدا. مارسيل كولر جرب تقريبا مجموعه جديده من اللعيبه في اللقاء ده، مش بس الاداء اللي كان كويس، مش بس الطريقه بتاعه اللعب والمكسب الكبير، لا، استقبال جمهور اسوان للنادي الاهلي. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ماتش أسوان تحديدا ليه تفاصيل كتير جدا. ماتش أسوان تحديدا فنيا إدارة المباراة كان ليها تفاصيل كتير. بعد ما كنا احنا بنتكلم مع هزيمة من نادي الهلال، الهلال السوداني، لكن طبعا زي ما حضراتكم عارفين لا، في أبعاد تانية لماتش أسوان. طبعا التدريبات بعد مباراة الهلال السوداني وأسوان كان نجمنا عمرو السولية غايب بسبب إصابة في عضلة السمانة، رجع النهاردة تعافى منها. الأهلي هيختم تدريباته بكرة الجمعة على ملعب مختار التتش، وبكرة هيكون الاجتماع الفني كمان للمباراة بحضور كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والجهاز الفني للفريق وطاقم التحكيم ومراقب المباراة والجهاز الإداري طبعا لفريق سان داونز. كمان بكرة الأهلي هيفتح تدريبه زي ما قلت لحضراتكم 15 دقيقة بس لوسائل الإعلام، وده بناء على البروتوكول بتاع الكاف. وفي نفس اليوم ده دي لوائح الكاف طبعا بالاتحاد الأفريقي طبعا، وزي ما قلت لحضراتكم في الساعة 8 بالليل موعد المؤتمر الصحفي. ده كان استعداد النادي الأهلي. طبعا زي ما قلت لحضراتكم محمد الشناوي هو اللي هيبقى في المؤتمر الصحفي، هو مارسيل كولر ككابتن الفريق والمدير الفني. ده كان استعداد الأهلي للقاء سان داونز، لقاء مهم جدا ولقاء لازم نبقى عندنا فيه كالعاده كعاده النادي الاهلي على الثلاث نقط. الاستعداد كان كويس قوي في اسوان، مباراه اسوان كان مباراه مهمه جدا بالنسبه لنا.